فيك الصوت واضح؟ واضح، تمام. طيب نرجع نحكي كمان مرة المرحلة هذه، المرحلة المونتاج زي ما حكينا، اللي هي عملية تحرير الفيديو، بتم فيها خمس مراحل في مرحلة المونتاج هذه. طبعاً في عندي حذف اللقطات اللي مش موجودة عندي، اللقطات اللي هي كان فيها أخطاء، اللقطات الزيادة اللي بتكون فاضية مثلاً. أنا مثلاً مطلوب إني أعمل مونتاج لفيديو يكون مدته 30 ثانية، 40 ثانية، دقيقتين، ثلاثة، بس هي المسموح فيه، مش أكثر من هيك. طب أنت التسجيل أحياناً ممكن يكون عندك 10 ساعات، 5 ساعات. واضح يا جماعة؟ حناخد أهم المشاهد أو أهم المشاهد اللي أنا بدي أركز عليها تكون واضحة عندي في الفيديو النهائي أو في المشهد النهائي، بعد أنا بدي أقص كل الأجزاء اللي ما بتلزمنيش. أيضاً عملية تعديل الألوان زي ما حكينا، ممكن أعدل ألوان الصور من خلال الفوتوشوب، ممكن أعدل ألوان الفيديوهات اللي أنا جبتها مثلاً، ممكن أعدل في بعض الفيديوهات بيكون فيها ارتجاج الكاميرا ببين مثلاً على سبيل المثال، بعد بدلغي الاهتزاز تبع الكاميرا، برضه بنعمل له مونتاج من خلال برنامج الأدوبي بريمير. إضافة التأثيرات زي ما حكينا، في بعض المشاهد أحيانا المخرجين بيقدروش يعملوها أو الممثل بيقدرش يعملها، زي مثلا زي ما حكينا فيلم سبايدر مان. سبايدر مان هو فعليا في الفيلم الرئيسي بيطيرش هو من برج لبرج، فعليا هو بيكون على أرض عادية ببينوا أنه بيطير من مكان لمكان صغير هيك، طبعا بيكون عامل وراء كروما، الكروما هذه بيشيلها بحط أنه طار من برج لبرج، لكن هو فعليا مطارش. واضح يا جماعة؟ هو واحد سقط من جبل عالي وفعليا بسقطش من جبل عالي، يعني مثلا ممكن يسقط من فوق كرسي وبين انه نزل في المونتاج ايش من فوق من قمه جبل وقع لتحت مثلا على سبيل المثال. هذه الشغلات بيقدروش يعملوها، بعد المخرجين بتغلبوا عليها من خلال مين؟ من خلال تحرير الفيديو. عشان هيك المونتاج او المونتير مهم في عمل صناعه السينما والمسلسلات. اضافه النصوص، اضافه النصوص مرحله مهمه كثير، يعني انا بعد بالذات زي الفيديوهات اللي بتهتم في التسويق الإلكتروني، الفيديوهات اللي بتهتم في زي المقاطع الإخبارية مثلاً أو زي المقاطع العلمية مثلاً، أحياناً بضيفوا نصوص كلام باللغة العربية. طبعاً لازم يكون خط محترف بشكل محترف يبين حجمه مثلاً، في عليه خلفية مثلاً عشان إيش، يعني مثلاً أنت في 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 المشهد عندك بحر بتروح تكتب باللون الأزرق، ما هو حيكون مش مبين لهذا، لازم يكون إيش بشكل احترافي نظهر النصوص. أحياناً في بعض المقاطع الفيديو ممكن يكون فيش فيها كلام بس مجرد موسيقى ونكتب نصوص، في أحياناً بنخلي المعلق الصوتي يضيف تعليق صوتي عليها، بصير النص مع الصوت كمان يبين التنين مع بعض، كيف بدنا ننتجهم بحيث أنهم يظهروا مع بعض في المكان أو في المشهد الصحيح. كل هذا مين اللي بيعمله؟ بيعمله المونتاج أو الممنتج تبع الفيديو. لما تخلص كل الشغلات هذه مهم جدا انك تراجع المشهد، يعني تحضره مره وثنتين وثلاثه وتشوف اذا كان في بعض التعديلات، في بعض السهوات انت نسيتها مثلا، او اضيف مشهد زياده او احذف مشهد زياده او عدل خط مثلا او كلمه او كاتب املاء غلط مثلا او شغله زي هيك. عشان هيك لازم نراجع المشهد مره وثنتين في اخر مرحله قبل ما انا ايش اعرضه للجمهور او للمشاهدين بشكل نهائي. طبعا فيها انا بعد اضافه النصوص انا ممكن اضيف شغله هنا اللي هي عباره عن ايش، اضيف المقدمه والخاتمه. احيانا المقدمه والخاتمه ما بنعملهاش بالبريمير، الناس بتعملها بالبريمير، بس المقدمه دائما عشان فيها حركات وفيها تاثيرات كثير بيعملوها على الافتر افكت. عشان هيك في المرحله هذه حيلزمنا برنامج الافتر افكت بس عشان نعمل مقدمه، يعني مثلا نجيب شعارنا، شعار المؤسس تبعنا، نعمل عليه لمعه، نعمل عليه اضاءه، نعمل عليه اي شغله معينه، في حركات كثير وفي قوالب جاهزه كثير بيعملوها على الافتر افكت. واضح يا جماعه؟ في الان ممكن حدا يسالني يقول لي ايش الفرق بين الافتر افكت والبريمير. طبعا في الافتر افكت يا جماعه او البريمير بشكل كبير هم الاثنين اول شيء من شركه ادوبي بيشتغلوا على برامج، طبعا هو بيشتغل على كل انظمه التشغيل اللي هي زي الماكنتوش، زي أجهزة الماك اللي معه ماك بنزل عليه برامج الأدوبي، الناس اللي بيشتغلوا ويندوز برضو بنزل عندهم برامج الأدوبي، في تعين أصحاب أجهزة الماك في عندهم برنامج تاني غير البريمير اسمه فاينل كات، يعني ممكن يشتغل عليه برضو محترف بشكل كبير، يعني أنت يا بتشتغل على هذا يا هذا، يعني البريمير هو من أشهر البرامج العالمية،
واضح يا جماعة؟ طبعاً مشهور برنامج بريمير، الهدف منه مختص بيشتغل في تقطيع الفيديوهات، تعديل الألوان، لصق الفيديوهات مع بعضها البعض، فصل الصوت، إضافة صوت ثاني، كل هذه عملية المونتاج مين اللي بيكون فيها؟ بيقوم فيها برنامج الأدوبي بريمير. بينما برنامج الأدوبي آفتر إفكت شغله بشكل احترافي بشكل كبير، اللي هو عمل مؤثرات وخدع سينمائية. الخدع السينمائية هذه بنعملهاش بالبريمير، بنعملها عوين على برنامج الأفتر إفكت، ونصدرها فيديو بعدين بنحطها مع مين؟ مع الفيديو تبعنا من خلال البريمير. دمج العناصر ثلاثية الأبعاد كمان في الفيديوهات كتير بنعملها على الأفتر إفكت، نشتغلهاش على البريمير. ماشي يا جماعة؟ الآن في ناس بقول لك طب الأفتر إفكت أنا بقدر أقطع من خلاله وأركب فيديوهات، بس هو هذا مش شغله يا جماعة. الأفتر إفكت ما بنشتغل، يعني بيقدر يقوم بالشغلة هذه بس مش شغله. الأفضل إنك تشتغل التقطيع وتركيب الفيديوهات وصناعة الفيديوهات من خلال مين؟ من خلال برنامج الأدوبي بريمير. واضح؟ طبعاً اللي بده يتعلم الأفتر إفكت، يعني لاحظوا البرامج هذه كيف متكاملة مع بعض. يعني استعملت الأفتر إفكت، استعملت البريمير، استعملت الفوتوشوب، ممكن أستعمل الإلستريتور، ممكن أجيب برامج ثلاثية الأبعاد. لاحظوا كيف كل البرامج الوسائط المتعددة متكاملة مع بعض. يعني ما بينفع تحكي لي إنه أنا أشتغل على الأفتر على البريمير مثلاً لحالي، لا، بدي أعمل مقدمات أو إنترو احترافية بعملها على الأفتر إفكت، وغالباً بتكون 10 ثواني، 20 ثانية، 15 ثانية فقط، مقدمة ونهاية، نعملها على الأفتر إفكت ونصدرها وين؟ على هذا تعديل الصور مثلاً، نشتغل على الفوتوشوب على سبيل المثال. عشان هيك لازم في المرحلة هذه أنتم كطلاب سنة ثانية لازم تتعلموا كيف تشتركوا أو تدمجوا بين البرامج الأربعة هذه. واضح؟ هيك خلصنا المقدمة الأولى. الآن نيجي نحكي في المشروع تبعنا أو في شغلنا إحنا. طبعاً أول حاجة لازم تفكر زي ما حكيت لك، يعني الأسبوع الجاي يوم السبت القادم كل الطلاب لازم يبعثوا لي على المودل تبع الجامعة فريق مكون من شخص أو من شخصين على الأكثر، بدي اياه يكتب لي الفكرة وسبب اختيار هذه الفكرة، ويحاول يديني فكرة عامة عن اللي بده يشتغله. ماشي؟ لأنه ممكن تتعدل، أنا بس بدي فكرة عامة عن المشاهد اللي بده يشتغله، زي ستوري بورد مبدئي. يعني يقول لي أنا مثلا بدي أشتغل عن التسجيل في جامعة الأقصى، بنمر المشهد الأول بيكون في التسجيل، بعدين المختبرات، بعدين وهكذا. ماشي يا جماعة؟ طبعا افكار كثيره انتم ممكن، يعني هذه مجرد افكار بسيطه هيك سريعا، ممكن تعمل عن كليه مجتمع الاقصى، حدا يعمل لي عن تخصص وسائط المتعدده، حدا يعمل عن الاي تي، مجالات عمل الخريج الوسائط المتعدده مثلا، ممكن حدا يشتغل لي عن العمل الحر للوسائط المتعدده مثلا، ممكن يشتغل على منصات، في عندنا كثير منصات زي خمسات، زي فايفر، زي فريلانس، ويقول لي انه هنا في وظائف مسميه كذا، مصنف لي وظائف، يعمل فيديو مثلا عنه. طبعا شو الهدف منه هذا؟ الهدف منه انه توعيه الطلاب او الخريجين بمجالات العمل الجديده اللي صارت تظهر من بعد كورونا. يعني اليوم العالم كله صار يتجه ناحيه مين؟ العمل عن بعد يا جماعه. كل واحد قاعد في بيته عنده لابتوب وعنده انترنت، بيقدر يشتغل مع العالم كانه موظف رسمي. واضح؟ اليوم بطلنا، يعني حتى الآن أصبحت بعد الكورونا أصبح كل العالم يفكر، أو إعادة تفكير المدراء الشركات صار يفكر، بيقول لك أنا ليش أجيب موظفين عندي؟ أحجز مكان، أستأجر مكان، وبدي كهرب، أجار كهرب ومية ومكان شقة مثلا، وأدفع أجارات. لا، بخلي الموظف يشتغل هو في بيته، بيديني نفس العمل. صاروا كتير يفكروا في الشغلة تانية. ممكن فكرة تانية، حدا يشتغل عن فيروس كورونا، في فكرة مثلا عن السلامة والأمان، كيف تحمي حالك، عن المخاطر، عن الوقاية منه، عن الانتشار، إيش هو الفيروس نفسه. ماشي يا جماعة؟ ممكن حدا يعمل لي خليني أكمل بعدين تسألوا يا جماعة. الآن برضو في عنا السلام على الطرقات. يعني مثلا لو لاحظتوا الإحصائيات الأخيرة مثلا، في كتير حوادث بتصير على الطرقات. طب اعمل لي فيديو شو هي المخاطر اللي بدنا نراها، شو الأسباب، اعملوا دراسة على الموضوع من خلال فيديو مثلا، زي التقارير الإخبارية اللي بجيبوها، إنه السنة هذه زادت الإحصائية عن السنة اللي فاتت طب ليش مثلا؟ هل المشكلة من السواقين، من السيارات، من الطرقات، من
رجال الأمن على الطرقات مثلاً، شو الأسباب، شو هذا، أعملوا فيديو مثلاً عنه عشان إن نحرك الظاهرة هذه ونشوفوا لها حل مثلاً على سبيل المثال. الآن في عندي برضو الاستيطان الصهيوني مثلاً على سبيل المثال بدأ ينتشر بشكل كبير، ممكن تعملوا على الأسرى، أعدادهم، أعمارهم، كيف هم بيعانوا، المعاناة اللي بيعملوها مثلاً على سبيل المثال، كل هذه الشغلات. العمل الحر، بدنا نسوق أو نفهم الناس أو الخريجين إنه في عمل حر اليوم، اشتغل عمل حر، تسويق منتج معين. اليوم أنا بدي أسوق لجوال، بدي أسوق للابتوب مثلاً، بدي أبيعه، بدي أسوق لأي منتج موجود عندي وانتشرت بشكل كبير. اليوم بقول لك أعمل لي فيديو 30 ثانية بس أسوق المنتج تبعي. اليوم الصورة زي ما حكينا إحنا بتحكي يعني بتعبر عن 1000 كلمة، والفيديو هو عبارة عن مجموعة من الصور، فعاد بدل ما يحكي هو ويقنع الناس، لا بفرجيه فيديو مدة 30 ثانية حكى كل اللي بدي أحكيه أنا. الآن نيجي لخطوات المشروع. خطوات المشروع زي ما حكينا، أول حاجة بدك تحدد الفكرة، لازم الأسبوع الجاي تسلمني إياها. المرحلة الثانية إذا كنت أنت بدك تصور بالكاميرا، بدك تختار الأماكن التصوير، بدك تحدد مرحلة التصوير، يعني اختار الأماكن وابدأ مرحلة التصوير، تركيب المشاهد، يعني قول بدي أعمل المشهد الأول أصوره هنا، المشهد الثاني أصوره هنا، المشهد الثالث أصوره هنا. الآن بعد هيك بدك تختار مجموعة الفيديوهات. الآن هدول الثلاثة إذا ما بدك تجي أنت تصور، طبعاً إذا كان الأمر صعب عليك، ما عندكش كاميرا، ما عندكش، مش قادر تطلع، ممكن تختصر بالخطوة هذه اللي هو تجيب فيديوهات وصور ذات عالية الجودة، ذات مواصفات عالية الجودة من الانترنت. كتير في مواقع حزودكم فيها بتقدم لي فيديوهات مجانية، في طبعا المواقع بتقدم فيديوهات بمصاري مدفوعة الأجر ذات جودة عالية، وكتير في مواضيع متعددة. الخطوة اللي بعدها بدك تبدأ تعمل في المونتاج، حذف اللقطات أو المشاهد الزائدة أو اللي فيها أخطاء، بعد هيك تعديل الألوان إذا كانت صور أو إذا كانت فيديوهات، بعدين في إضافة المؤثرات اللي هي عمليات الانتقالات بين الصور، اللي إذا كان في قطع معين مبين عندي بعمل له عملية انتقال عشان إيش ما يبينش إنه في هنا صار في تقطيع، نعمل له تأثير معين للانتقال. إضافة النصوص باللغة العربية لازم المرحلة هذه نهتم فيها كتير. بعدين إضافة المقدمة والخاتمة من خلال الأفتر إفكت، لازم تعمله مقدمة وخاتمة من خلال الأفتر إفكت. بعدين تراجعوا العمل بشكل نهائي مرة وتنتين وثلاثة عشان تتأكدوا انه الفيديو سليم وفيش فيه مشاكل وتم بشكل محترف. طبعا هذول كلهم 11 خطوة، واضح يا جماعة؟ أيهم مكتوبين هنا كمان مرة. طبعا هذه المرحلة الأولى الفكرة، المرحلة هذه كلها من 1 لـ4 اللي هو التصوير، 5 تستعيض عن من 3 لـ4، من 2 لـ4 اللي هو انك تختار فيديوهات بدل الخطوة 2 و3 و4. بعدين هنا بتبدأ في عملية المونتاج، حذف المشاهد، تعديل الألوان، إضافة المؤثرات والانتقالات، إضافة النصوص، إضافة المقدمة والخاتمة حتكون على الأفتر إفكت، التأكد من العمل واعتماده بشكل نهائي. الآن المطلوب منك سلمني إياه الأسبوع الجاي يوم السبت القادم. حددوا أعضاء فريق، يا إما كل واحد بيشتغل لحاله يا إما كل 2 مع بعض، بس ماكسيموم 2، ممنوع يشتغلوا أكثر من هيك. بدك تكتب لي اسم الفكرة، طبعا لازم يكون فكرة جديدة، فيش عليها شغل كتير قبل هيك، في مشكلة فعليا احنا بنعاني منها بدنا نعمل توعية او تسويق لإلها مثلا على سبيل المثال، بدنا ننبه الناس عليها، واضح يا جماعة؟ وتحت الفكرة الرئيسية احكي لي الافكار اللي بدك تعملها، يعني قول لي بدي اعمل الفيديو 1 2 3 4، يعني مثلا انا بدي اعمل عن فيروس الكورونا، بدي احكي متى تم ظهوره، متى وين انتشر، بدي اجيب احصائيات مثلا الاعداد بالوفيات مثلا، كيف بينتقل بين الناس، كيف طرق الحمايه، احكي لي الافكار اللي بدك تحكيها في الفيديو تبعك. تصنيف الفكره، صنف لي الفكره تبعتك، هل هي دعايه تسويق يعني، هل هي خبر مثلا اخبار، هل هي تسويق لمنتج معين، هل هي موضوع علمي مثلا بتشرح فكره علميه مثلا، وليش اخترت هذه الفكره. بدك تجاوب لي على الاربع اسئله هذولا في ملف وورد وتسلمني اياها على الموديل. أنا حضيف لكم حاجة أو زي نشاط عشان تقدر تسلم عليه خلال أسبوع. طبعاً نيجي للشق الثاني اللي هو طريقة توزيع العلامات. طبعاً توزيع العلامات حيصير كل أسبوع في عندي تقييم يا جماعة، يعني كل مهمة من المهمات هذه حيصير عليها علامات.
يعني اخترت الفكرة خلاص خلصنا منها عليها علامات، بعدين اخترت مجموعة الفيديوهات أو صورت، بدك تفرجيني إياهم طبعا كل أسبوع، أو تقول لي أنا اخترت الفيديو هذا وهذا وهذا عشان أبدأ أشتغل عليه. الآن في الأسبوع اللي بعده بدك تصير تقول لي جهزت الفيديوهات، حذفت المشاهد، عدلت المشاهد، عدلت الألوان، التأثيرات، كل مرحلة من المراحل هذه حيصير عليها علامة. طبعا هذا كله عليه يعني هذا ببين إن أنت بتشتغل معايا كل أسبوع بأسبوع في عليه إيش 30 علامة. طبعا حيكون في عندنا تقييم نصفي اول للمشروع، تقييم نصفي ثاني للمشروع، وفي تقييم نهائي. كم مناقشه حتعمله؟ حتعمله 3 مناقشات، التقييم الاول عليه 20، التقييم الثاني عليه 20، التقييم النهائي عليه 30. طبعا التقييم الاول والثاني ممكن انا اقيمك لحالي، بس التقييم الثالث حجيب ناس من برا تقيم معايا، ماشي يا جماعه؟ مش حكون انا لحالي طبعا، بس في يمكن في طلاب ما درسوش معي قبل هيك. طبعا هذا اسم المساق، اسمه مشروع وسائط متعدده واحد. طبعا زي ما حكيت لكم هذا المشروع مقدمه لمشروع التخرج، بدربك كيف تدمج او تستفيد من كل البرامج اللي انت تعلمتها مع بعض عشان تنتج في النهايه اللي هو تعمل مونتاج لفيلم معين. طبعا انا اسمي اسامه سليمان الشاصي، يمكن في ناس ما درستكمش قبل هيك، هذه اول مره بدرسكم. طبعا طريقة التواصل يا جماعة، ممكن تتواصل معي من خلال الإيميل، هي الإيميل، تكتب لي المشكلة تبعتك، يعني إيش اللي أنت وصلت له في كل مرحلة من المراحل المشروع، ماشي يا جماعة. في طبعا وسيلة تواصل ثانية اللي هي إيش، عملنا إحنا مجموعات فيسبوك، مجموعة خاصة بالطلاب ومجموعة خاصة بالطالبات. طبعا في لليوم الطالبات تفوت على الطلاب، ماشي يا جماعة. ورجاء كل واحد بفوت على الفيسبوك يكتب بياناته، مش حيكتب بياناته مش حقبله. طبعا المساق هذا الفصل الدراسي الاول اللي هو سنه 2020 و2021، تخصص اللي هو ايش الوسائط المتعدده. الان يا جماعه في اي سؤال، في اي استفسار؟ كمان مره بس لعمليه التقييم، او هاي الاسابيع موزع عندكم يا جماعه لقاء التعريف الاول، تعريف البرامج. طبعا في كل مرحله في كل اسبوع بدنا نناقش كل مرحله من المراحل، يعني انا طلبت منكم المره هذه اللي هو ايش الافكار وسبب الفكره وتصنيف الفكره. بعدين في كل اسبوع حنقيم لانتم وين وصلتوا، لازم تمشوا حسب الخطوات اللي اعطيتكم اياها، ماشي يا جماعه؟ لانه في الاسبوع السادس حنعمل التقييم هذا، وحيكون في لحد الاسبوع الخامس شو اشتغلتوا. بعدين في اسبوع في الاسبوع العاشر حنعمل تقييم ثاني، يعني المفترض انت في الاسبوع بعد الاسبوع التاسع انه عدلت التعديلات اللي احنا طلبناها في المناقشة الاولى، ووصلت لمرحلة انه انت تضيف مقدمة وخاتمة، يعني تقريبا هنا قبل المناقشة النهائية انت تقريبا شبه خلصت الشغل تبعك، واضح يا جماعة؟ في الاسبوع العاشر شبه خلصت الشغل تبعك. الان في الاسابيع الثانية بدنا نصير ايش نركز عليه بشكل احترافي، واضح يا جماعة؟ لأنه في الأسبوع الرابع عشر عندكم التقييم النهائي للمشاريع، لأنه في الأسبوع الخامس عشر بدها تكون الامتحانات النهائية تبعت الكلية، واضح؟